أعلن مسؤول في الجيش الكوري الجنوبي أن الصاروخين اللذين أطلقتهما كوريا الشمالية باتجاه حدودها الشرقية فجر اليوم حلقا على علو 30 كيلومتر لمسافة 250 كيلومتر قبل أن يسقطا في بحر اليابان. هذا وأكدت وكالة يونهاب أن مجلس الأمن القومي في كوريا الجنوبية يعقد حاليا اجتماعا طارئا على خلفية التجارب الصاروخية الجديدة لجارتها الشمالية.